طب خلاص، لا 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 هستناك. ماشي، مع السلامة. ولا رمزي، ايه دول؟ جبنا عريس لسناء. ايه ده؟ عريس لسناء عشان يتجوزها؟ امال يعني عشان يطلع لها بطاقة عائلية؟ ليه عادل بس كده؟ انت عايز تتجوز اختك وخلاص يا عم. طب ايش عرفك ان هو مش هيطلع يعني كويس، وهيجي يطلع عينها في الاخر ويرميها هي واولادها في الشوارع ويروح المحل ويطلقها في الاخر؟ ايش عرفك؟ ايه يا ابن السيناريو اللي انت عملته ده؟ ما احنا هنسال عليه. طيب يا دولا يا ابن عم يا حبيبي، طالما انت لسه هتسال عليه يبقى اكيد مش كويس، لان كويس يا عادل بيبان. يا سلام، الكويس بيبان ازاي بقى؟ بص لي، انا محتاج تسال عليا ولا محتاجه بصلك اصلا؟ يا دول يا ابن عمي، ما اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. لا بالعكس، في حالتك دي اللي ما عرفوش اي حد ما عرفوش احسن منك. والله رمزي، انت عايز تتجوز سناء؟ ما دام قلت يبقى. طب يا سيدي، وطبعا عشان انت ما عندكش شقه فهفضي لك اوضه انا ورانيا وننام احنا في الصاله. لا خالص، ما تقلقش نفسك يا عادل. بص، انا ممكن انام اسبوع بره في الصاله وانت اسبوع في الاوضه، يعني ونقعد نبدل مع بعض كده، وندهن بس الاوضه يعني وشين كرومبي كده. كرومبي؟ ونغير المرتبه المسوسه علشان بتوجع لي ظهري قوي، وانا هبقى اجيب مرتبه لما اجي انام في الاوضه بتاع الاسبوع، وانت طالع بالاسبوع بالمرتبه نقعد نبدل بقى المراتب بقى. طب ما بدل ما نقعد نبدل المراتب يعني ما نجيب سرير بدورين، انا ورانيا تنام على الدور اللي تحت وانت وسناء في الدور اللي فوق. صح. طب ادولا معلش، يعني اخر طلب، هو ممكن يعني تنام انت فوق علشان انا عندي فونيا من الادوار العليا؟ فونيا؟ لا، ما دام وصلنا للفونيا يبقى معلش هنجوز احنا بقى سناء المره دي، ومن غير ما تزعل بس يا عم، ولو ما نفعتش الجوازه اجوزها لك المره الجايه. قشطه؟ قشطه يا دولا. خش بسرعه، خش بسرعه. دلوقتي انا جمعتكم عشان اقول لكم على حاجه مهمه جدا. والله العظيم يا عادل، والله العظيم، ما انا اللي بوظت القميص الاحمر بتاعك. رانيا اللي حطت عليه كلور. ايه ده؟ القميص الاحمر الجديد بتاعي بوظتوه؟ ده انا كنت هلبسه في الحاجه الجديده اللي انا عايز اقول لكم عليها. ايه هي الحاجه اللي عايز تقول لنا عليها؟ طب هو باظ خالص؟ لا احنا ما عندناش حاجه بتبوظ. اقول لك، جيب له بنطلون واعمله بجامه. بيجامة ايه؟ انا عامل 20 قميص قبل كده، 20 بيجامة. معلش يا عادل بقى، عزناها البيجامة الواحد وعشرين. اعزناها؟ الكلام ده خلص من زمان، اللي هو بتاع اعزن واكمن واشحال وهلبات. المهم ما علينا يا جماعة، انا جايب عريس. عادل، انا قبل كده قلت لك مش عايز اتجوز دلوقتي، لسه بدري، لكن اذا كنت مصمم. مصمم عليا يا ماما؟ انت بتتلككي. انا جايب عريس لسناء اختي. وطي صوتك، انا مش عايزها تعرف خالص. بقول لك ايه، هو العريس ده عنده شقه؟ اعرف يعني، اكيد اكيد عنده شقه. يعني مثلا يعني ممكن تاخد امها تعيش معاها؟ معلش يا طن، انا ما اقصدش حضرتك خالص. لا طبعا تقصدي امها التانيه. مش مهم، المهم سناء هتجيب لها العريس من غير ما تعرف؟ هو ده الحل الوحيد يا ماما. يعني هنجيبها ونجيلك البازار وهو يبقى قاعد بالصدفه؟ لا، انا بفكر اجيبه على هنا. الله، طب هنقول لها انه شافها فين؟ عادي يا طنط، ما طول النهار ناس بتبقى معديه في الشقه، شافها بالصدفه يعني. المهم يا جماعه، انا عارف ان الموضوع ده صعب عليكم كلكم، لكن بجد انا بطلب منكم حاجتين. اول حاجه سناء ما تعرفش خالص، تاني حاجه تحاولوا بقى تمكيجوها وتلبسوها وتكلينوها عشان اول ما العريس يشوفها يتخن. انا كنت اقول يلبس بس يتخم شغاله برضه. بقول لك ايه يا عادل، انت جبته منين العريس ده؟ مفيش يا ماما، شفته مع واحد صاحبي عجبني، عجبته كده يعني. بهزر، اصل انا فرحانه قوي اني سناء هتتجوز، الحمد لله يا رب. المهم يعني لما شفته قال لي والله انا عايز اجي ازوركم في البيت عشان سمعت عن سناء اختك كلام كتير حلو قوي وعايز اتجوزها. ده مين اللي ضحك عليه وقال له كده؟ اهو ولاد الحرام كتير بقى. خلاص يا جماعه اتفقنا، اهم حاجه هي ما تعرفش، لان مفروض لو هو جه شافها وما عجبتوش ممكن تتجرح، وانتوا عارفين كويس قوي سناء لو اتجرحت ممكن تعمل ايه، ده ممكن تولع البيت. إيه؟ بص بقى يا استاذ عادل،
انا جاي لك النهارده عشان نناقش تفاصيل قبل ما نتجوز يا عم. عمي حضرتك تقول عمي زي ما انت عايز يعني. هو حضرتك عندك شقه؟ عندي. ده انت اللي عمي. ولا خد يا رمزي روح هات لنا 2 ليمون بسرعه. طب والاستاذ مش هيشرب حاجه؟ ايوه الليمون انا اهو يلا. ماشي يا دوله دوس على جراحي كمان. تكب يلا. قول يا استاذ عادل اختك بتحب المطبخ؟ بتحب المطبخ؟ يا نهار ابيض ده بتموت في المطبخ، ده ليل ونهار حضرتك قاعده بقى في المطبخ وبتعمل بقى المحمر والمشمر وعصاير وبتعمل بتنجان مخلل. إيه نفسها فظيع. مين دي اللي نفسها فظيع دي؟ صناع. مالكش دعوه انت، دي حاجات عائليه. فين الليمون؟ القهوه قافله. طب روح السوبر ماركت هتلاقي 2 برتقان يلا. طب والاستاذ مش هيشرب حاجه؟ ايوه ما 2 برتقان انا اهو. ماشي دوس يا دولة دوس. ايه ده يا استاذ عادل على طول قاعده في المطبخ؟ ايه ده ما بتخرجش؟ لا هي بتقعد في المطبخ بس 5 دقايق كده، لكن هي على طول بقى بتخرج يعني في الشوارع وبتخرج وبتتفسح. ما مش عارفين اللي مام الشوارع وبتلبس بقى ايه يعني قصير وشعرها بقى ومنطلقه وحره بقى. ايه ده ايه ده ده انا بحب الحشمه. لا هي حضرتك كانت بتلبس قصير يعني لغايه اما كانت طفله، اول ما تمت 2 سنين بقت هي محترمه بقى وبتلبس حشمه طول الوقت يعني. طب بتتنرفز في البيض؟ تتنفس في البيض ازاي يعني؟ تتنرفز عصبيه يعني في البيض؟ تتنرفز في البيت في البيت. لا تنرفز ايه؟ حضرتك دي نسمه، نسمه ولا تسمع لها صوت وتمشي كده تحس ان عصافير بتزقزق وكروان بيفر. ده مين الكروان اللي مين دي؟ صلاة. انت مالك انت؟ في البرتقال؟ ما هم بتوع السوبر ماركت قالوا لي ده مش اوان برتقال دلوقتي. طب ما تتصرف يا رمزي هات لنا اي حاجه. طيب في عربيه بليله بره، اجيب بليله؟ هات لنا 2 بليله. طب والاستاذ مش هياكل حاجه؟ هو جوه ياكل يلا. ماشي دوس يا دوله. تقعد تدوس على ايه ده؟ معلش دي امور في الشغل يعني مالكش دعوه بيها انت. ايوه انت بتقول انها هاديه وهدوء وبتاع، انا ما بحبش الهدوء. ايه ده؟ لا 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 حضرتك مش هدوء، ده هي هدوء ثانيه يعني وهي نايمه بس، لكن لما بتصحى بقى بتولع البيت حريقه بقى يعني طول الوقت وصوتها جايب اخر الناس. وشوف صوت حضرتك وصوتها هيبقوا كابل مع بعض فظيع يعني صراحه. حلو ده. طب بقى بالنسبه للاطفال؟ بتموت في الاطفال، عندها الاطفال دي هم الجنه بالنسبه لها يعني حضرتك. اطفال اطفال بتحب الاطفال قوي. ايوه بس انا ما بحبهمش. هي بتكره الاطفال بتكرههم خالص يعني لدرجه انها راحت اشتغلت مدرسه عشان تعذب الاطفال في المدرسه. بتكره الاطفال. عارف بنتي كانت هتغرقها في البانيو كذا مره بعد كده. جدع. طب على كده دمها خفيف؟ هي طبعا دمها خفيف بس اكيد مش اخف من دم حضرتك يعني. بنت نكته. عارف النكته دي تحس انها بنتها يعني. طيب شوف بقى. او حضرتك نكديه يعني بتكره الضحك على طول قاعده قدام الجزيره حضرتك. جدع. نخش بقى في الموضوع المهم اللي انا جاي عشانه. شوف انا بشتغل موظف كبير في الشهر العقاري، انت عارف بقى ظروف الحياه صعبه قد ايه. مرتبها كام؟ مرتبها؟ مرتبها انت بتسال على مرتبها ليه يعني؟ ايه ده؟ مش هتشاركني في عباء الحياه والمعيشه ولا ايه؟ لا والله يعني حضرتك ده موضوع تتفقوا انتوا الاثنين مع بعضيكوا عليه. بس اهم حاجه ما تبين لهاش ان انت العريس يعني عشان مخبين عليها. نقول ان انت صاحبي يعني. ما تجيش النهارده؟ لا تعالى النهارده بس على اساس ان انت صاحبي. انا اكيد مش هيصدقوا ان انا في صاحب كده، بس تعالى النهارده كانك صاحبي عادي، وبعدين لما يحصل قبول نقول لها ان انت العريس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ممكن ما يحصلش قبول ولا ايه؟ ده انا عريس لقطه. طبعا لقطه لقطه يعني، بس تعالى حضرتك وربنا يسهل ان شاء الله. عموما هنبقى في انتظارك ودي فرصه سعيده خالص. شكرين انا اصحى. وحضرتك تيجي وتشرفنا او ما تجيش براحتك يعني. ماشي. ايوه هنجي ولا ما اجيش؟ ايه رايك؟ تلبس ده ولا ده؟ انا ما اعرفش انقي بالطريقه دي، انا لازم اشوفها وهي لابساه واختار عليها. انا شايفه برضو انها تطلع فوق السرير وتمشي تتقصع وتعمل زي المانيكانات اللي بنشوفهم في التلفزيون. ده انا خبيت منها كل البيجامات عشان لما تصحى وتسال عليهم اقول لها بيتغسلوا
عشان ما تلاقيش الا لا دي لا دي. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ بيجامة عادل يا ماما. عادل؟ في واحدة تقعد بالهدوم دي في البيت؟ في واحدة تقعد بالهدوم دي في البيت؟ أنا غالباً بقعد في البيت ازاي يا ماما؟ بلبس الروب دي شامب والبيجامة المطرزة والصابون اللي مطرز بالألماز، بس بما إني النهاردة ما لقيتش الصابون اللي مطرز بالألماز قلت أغير ستايلي. يا أختي يا أختي، وما لبستيش فستان من بتوعك ليه؟ والبس ليه فستان من بتوعي وانا قاعده في البيت يا ماما؟ عشان انا عايزه اختي بيجامه عادل. خلاص يا حبيبتي، ابي استني لما ابقى اتخمد وبيقلعيني البيجامه واغسليها. نعم نعم الله عليكي، اوعي تكوني صدقتي. لما ابقى نام وابقى اصحى من النوم براحتي ابي خدي البيجامه واغسليها، ولو جوزك عادل احتاج يلبس اي بيجامه يروح الدولاب بتاعي يطلع اي بيجامه منه، مش جديد عليه يعني ان هو يلبس هدومي من واحنا صغيرين كده وبيسرق بيجاماتي. وبعدين حد قالوا بتغسلوا بيجاماتي؟ طيب بما انك بقى مش هتلبسي ولا فستان من دول فانا بستأذنك يا سنوقه ان انا اخد واحد فيهم علشان مامي عندها مشوار مهم قوي النهارده ومفيش حاجه تلبسها. اوكي مامي، من كتر ما بحب مامي قوي. طب فساتيني، سيبي فساتيني. اوعي هنام على السرير ده كده والفساتين دي هنيمها جنبي كده وهنام مفتحه عين ومغمضه العين التانيه، وياك حد يقرب له زرار من فساتيني. وهي هتعملي ايه بقى انت امك واختك؟ وريني انا ذنبي ايه؟ وادي نوم اهي. عملتوا ايه؟ عادل انت طالب مني طلب صعب قوي، ازاي البسها ومكياجها من غير ما تحس؟ عارف دي لو مش اختك كنت عملت فيها ايه؟ كنت عملت ايه؟ هقولك بعدين. يا ماما زي ما تقولهاش يا ماما، ما انت ماما برضو. اه طبعا انا ماما برضو، وانا يهمني. انت يا بنت بنت قومي فزي، اخوكي عايزك في موضوع مهم. سلام ونعمه نعمه الشخصيه. ها سناء عايز ايه؟ في ناس مهمين جايين دلوقتي وعايزك تقومي تلبسي بقى عشان يبقى منظرنا مشرف قدام الناس. ناس مين؟ ناس مهمين وخلاص، غير اللي في دماغي خالص. هو ايه اللي في دماغي؟ اللي انت بتفكري فيه. اللي هو ايه يعني؟ وانا يعني كنت دخلت جوه دماغك. جم جم يلا قومي البسي بسرعه. يا عمي انا نايمه نايمه يا ناس، اكتب اعلان على وشي ان انا نايمه مش عايزه اقابل حد. افرضي يعني شافوكي هشوفك بالبيجامه كده اهو يا سناء. على اساس بقى ايه ان انا بمشي وانا نايمه ولا ايه؟ ها 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 ايه يعني مثلا شافوكي عيب بجد يشوفوكي ببيجامه؟ انت ليه دي عيب؟ ما هم هيشوفوني ببيجامه ليه؟ لو دخلوا عليا الاوضه هيلاقوني نايمه هيكسفوا ويخرجوا، بسيطه. ما تسمعي الكلام بقى وخلاص، وانت كل حاجه تقوحي فيها اسمعي الكلام من اول مره. حاضر يا اخويا حاضر. جامدة طحن. وحضرتك أول مرة أشوفها، ما أنا كنت لابسها في البازار. أمال النضارة دي ديكور ولا إيه؟ لا أنا قصدي على عروسة، حاجة إيه؟ صاروخ. حضرتك شفتها فين؟ وهي اللي فتحت له الباب، كانت لابسة فستان مقلب موف، تحفة تحفة. إيه إيه؟ اتفضل. سكر. نورتنا. إيه ده؟ إيه؟ خش جوه. إيه؟ اللي إيه؟ خش جوه. بالراجل. وانت ازاي تفتحي له الباب؟ اهو افتكرك العروسه وعجبته. انت هتهرجي؟ انت لو متنرفز كده يبقى عجبته. يس والله لسه بيجي لك حارس ثانيه يا بنتي يا رانيا. طب خش جوه يا بنت رانيا. كنت خايفه قوي ما عجبوش. يا سلام. بص قدامك. لا حبس، الحقيقه انا اشكرك على الهديه الجميله دي، حاجه كده من وش القفص. وش القفص؟ انت جاي تتجوز واحده من سور العبور في ايه؟ عليها حته جسم صاروخ. ايه الحلاوه دي؟
والله مكتوبة لك يا ابو علي. يا ابو زفت لو سمحت بعد اذن حضرتك دي مراتي. وماله لما اشكر لك فيها برضه؟ بعدين دي غلطتك من الاول، معروف دايما ان العروسة اللي بتفتح الباب للعريس، وانا ياما رحت سوق كتير والعروسة اللي فتحت لي، وياما جريت من على باب الشقة. جريت من على باب الشقة؟ يعني مش هي دي العروسة؟ يا سيدي مش هي العروسة، بقول لك مراتي، دي ام ياسمين بنتي. يعني هرجع تاني بقى اخبط على باب الشقة؟ يا عم يا عم تخبط على باب الشقة ايه؟ بس زي ما قلت لك اهم حاجة تبين ان انت صاحبي، يعني ما تقولش ان انت عريس خالص عشان هي ما تعرفش حاجة خالص. اتفقنا؟ ورينا هتعمل صاحبي ازاي؟ لا هو انا جاي من السفر، صاحبي عادي يعني تقعد تفتكر مثلا في ذكريات كانت بيننا وبين بعضينا، ورين. ايوه ايوه فهمت. فاكر لما لا لا مش فاكر مش فاكر، بس بس لحظة. هي دي العروسة؟ هي. ايه الحلاوة والجمال والهدوء الجميل اللي انت فيه ده؟ هو انت فاكرني مش عارفة عادي انت عايز تعمل ايه، ولا فاكرني غشيمة؟ كملي كملي كملي. شش والنبي امسكي نفسك امسكي نفسك. اهي العروسة اهي، وزي ما فهمتك طبعا قبل كده انها بتطبخ كده او ما بتطبخش، وبتموت في العيال او بتكرههم، يعني بص عجيبة. اتصرفوا مع بعض. بتتنرفص في البيت؟ بتعمل بيض مقلي. ايه هايل هايل فظيع فظيع. انتوا بتفرجوني مش عارفين. ممكن نتكلم؟ لا نتكلم مش نقح. ما تتكلم وانت حد حيشك. يا سناء ازيك؟ الحمد لله كويسه. مش كنت تقول ان هو عريس من الاول وتوفى على نفسك كل التعب ده؟ انا صراحه يعني يا سناء ما رضيتش احرجك. المهم عجبك؟ ايوه عجبني الحمد لله. يعني مبسوطه؟ هنبسط ان شاء الله. بس شكلك مش مبسوطه يا سناء. وانت هتزعلني بالعافيه يعني يا عادل ولا ايه؟ ايوه يعني. طب قاعده لوحدك ليه؟ بغير هدوم يا سيدي، ولا عايزنا ننام بنفس الفستان ويتكسر ونقعد نكوي فيه بقى؟ هو عجبك بجد يا سناء؟ بص يا عادل، مفيش حد ما فيهوش عيوب، وعلى مولا متشكره قوي يا اخي انك تحملتني 5 سنين. هو 5 سنين كتير برضو، ده ما يمنعش ان انت اختي. يعني ايه؟ يعني مشيته طبعا. يا حبيبي يا عادل، يا حبيبي يا اخويا، يا حبيبي يا اخويا الوحيد. ده نضارته كعب قله. أيوة. ده كرافتته طول كده يا عادل، ومليانه شجر وورد. أيوة. ودموع وقهار. ده باشا، ده بدلته مزيته. أيوة. يا عادل مشيته. ولا هجيبه. لا هجيبه. لا خلاص خلاص.